السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، تحية طيبة. مثل ما تعرفون في بعض الأحيان نحتاج إلى طباعة كتاب أو أطروحة دكتوراه أو رسالة ماجستير أو ما شابه. طبعا هذه الأصناف من سواء كتاب أو أطروحة أو رسالة تحتوي على عدة فصول. هذه الفصول أنا أحتاج كل فصل من الفصول أسوي له رأس وتذييل مختلف عن الفصل الذي بعده أو الفصل الذي قبله. ففي كثير من الأحيان نضطر أنه نعمل عدة ملفات وورد، يعني ملف وورد لكل فصل من الفصول، وهذه طريقة غير عملية. طبعا الطريقة الصحيحة حتى نعمل ملف وورد واحد يحتوي جميع مضامين الكتاب أو جميع مضامين الأطروحة أو الرسالة، لكن كل فصل يحتوي على رأس وتذييل مختلف، نقدر نسويها بطريقة سهلة وبسيطة. بس حاول أنه تتبع وياي. أول شيء هاي عندي ملف وورد أشوف أمامكم، صفحة فارغة طبعا. راح أسوي صفحة ثانية أيضا حتى تصير عندنا صفحتين أو ثلاث صفحات نقدر نسويها. زين، هاي عندنا صار عندنا أربع صفحات. نجي على الصفحة الأولى اللي هي هاي الصفحة الأولى. طبعا هنا من أضغط على الدبل كليك على أعلى الورقة راح يتفعل عندي الهيدر وأيضا الفوتر اللي هو الرأس، الهيدر الرأس والفوتر اللي هو التذييل. لو تلاحظون هنا مكتوب هيدر سكشن 1 فوتر سكشن 1 وهنا أيضا هيدر سكشن 1. إذا هذا الفوتر والهيدر إيش راح تكتب هنا؟ مثلا راح أكتب الفصل الأول، الفصل الأول، هذا الفصل الأول. من تكتب هنا الفصل الأول بالصفحة الأولى هذا هو كله سكشن 1، فالصفحة الثانية أيضا راح يصير الفصل الأول، الثالثة، الرابعة، كلها يكتب عليه الفصل الأول. زين أنا ما أريد هيك، أنا أريد الصفحة الأولى يكتب عليها الفصل الأول مثلا، الصفحة الثانية يكتب عليها الفصل الثاني، الثالث، وهكذا. شلون أسوي هاي العملية؟ طبعا خل نكتب مو بس الفصل، الفصل وأيضا أسوي رقم الصفحة، يعني هسه أنا راح أسوي إدراج رقم الصفحة في الجانب هذا الأيسر، وأيضا أكتب الفصل الأول، يعني أول شيء تدرج رقم الصفحة بعدين الفصل تكتبه. وطبعا تتحكم أنت هنا تقدر بنوع الخط، حجم الخط، هاي مو فد مسألة يعني. هذا هنا الفصل الأول مثلا أريده بالمنتصف أو أريده بالصفحة، مو فد مشكلة، أخليه بالمنتصف. زين، هذا الشيء لما يحتاج بعد. أوكي، زين أنا هنا صار عندي شغلتين. الشغلة الأولى أريد الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، لكن أريد أحافظ على الترقيم مالتي 1 2 3 يعني بالتسلسل. إذا الشغلة أريدها تختلف اللي هي الفصل، وشغلة أريدها لا هي تكون مستسلسلة. زين، هنا اللي راح يصير شنو؟ لو تلاحظون أني هذا سكشن 1 أكو فد شيء اسمه بريك، أجي على اللاي أوت، هاي حفظوها اللاي أوت اللي هو تخطيط الصور بالعربي، وتجي بعدين على كلمة بريك. البريك ما تدوس بس مجرد بريك، لا، تفتح هذا السهم الصغير راح تيجي تشوف عدة اوبشنات او عدة خيارات، تروح على الخيار اللي هو نيكست بيج. نيكست بيج هذا راح يسوي لك فاصل للصفحة ويعبر لك على الصفحة الثانية. فمن اقول له نيكست بيج، هسه من اجي اضغط دبل كليك، دبل كليك على رأس الصفحة، لاحظ هنا بالصفحة الأولى ايش مكتوب؟ سكشن 1، والصفحة الثانية مكتوب سكشن 2، يعني هذا السكشن يختلف عن ذاك السكشن. وأيضا تستمر سكشن 3، سكشن 4، العفو سكشن 2، بعدنا سكشن 2. زين، أنا هسه شريد أريد الصفحة الثانية أيضا أفصلها عن الثالثة، فأجي هنا أفعل هذا المؤشر وأضغط هنا نفس الحالة، أروح على اللاي أوت، هسه أنا وين؟ بالصفحة الثانية، وأضغط على هذا السهم أقول له نيكست بيج. انتقلي للبيج اللي وراه، لو تلاحظ دبل كليك صار عندي هسه سكشن 1 مفصول عن سكشن 2، مفصول عن سكشن 3، ولكن سكشن الصفحه الرابعه بعدها مرتبطه بسكشن 3. فش اسوي ايضا نفس الحاله؟ اجي هنا اوقف على الصفحه الثالثه لاي اوت واقول له بريك ونيكست بيج. فمن اضغط هنا دبل كليك راح يصير عندي سكشن 4، صار عندي اربع سكشنات. السؤال هنا ليش اذني السكشنات الاربعه بعدها لحد الان تم يعني مكتوب عليها الفصل ما مكتوب في الصفحه الاولى او الفصل الاول؟ شنو السبب؟ السبب كالاتي، انه اني هنا اكو فد نقطه اكون
خلينا نقول خطوة ثانية أكون أسويها، وهي أضغط هنا دبل كليك. بعد ما فصلت السكشنات أكو فد شي أروح على السكشن الثاني، راح يتفعل هذا اللينك تو بريفيوس. يعني شنو؟ يعني هذا السكشن هو مرتبط بالسكشن السابق، هاي باي ديفولت بالوضع الافتراضي. فأني أريد، ما أريد أسوي مرتبط، أريد أسوي منفصل، فأشيل هذا الخيار. شوف هسه هو متفعل، بس أضغط عليه كليك واحد انشال هذا الخيار. هسه صار السكشن الثاني منفصل عن السكشن الاول، والدليل انه هسه انا هنا السكشن الثاني حكتب الفصل الثاني. المفروض شنو يختلف عن المفروض بالاول هم يختلف، لكن لو تلاحظ هنا الفصل الاول بقت على حالها والفصل الثاني بقت على حالها. نجي هنا اذني الثالث والرابع بعدها مرتبطات وين؟ بالثاني. ولهذا شوف اخذت ما كتبته اني بالفصل الثاني او الصفحه الثانيه او السكشن الثاني. نجي نفس الحاله، نفعل الهيدر واقول له هذا اللينك تو بريفيوس الغي، كليك واحد الغي، اكتب هنا الثالث. زين، لاحظ صار عندي شنو؟ صار عندي الفصل الاول، الفصل الثاني، الفصل الثالث. زين، الفصل الرابع نفس الحالة، أجي هنا أقول له ألغي الارتباط. زين، هسه هنا من أجي بالفصل الأول أظل أضغط مثلا، أكتب كتابتين وأضغط أضغط أضغط، أنزل صفحة جديدة بالإنتر، مو بالبريك، بالإنتر. شوف وين وصلنا. شوف بالإنتر السوالي سوالي الفصل الأول، الفصل الأول. زين، بعدين هنا اجي اضغط، اظل انتر انتر انتر، اكتب مثلا كتابات، شكتر اكتب، وانزل انزل الفصل الاول. وشوف التسلسل هو واحد، الصفحة الاولى الثانية الثالثة، هاي كلها فصل اول. زين، نجي على الفصل الثاني، صفحة اربعة صارت، فاجي هنا الفصل الثاني هم اجي اطبع اطبع اطبع، انزل انزل، ادوس انتر. شوف الفصل الثاني صفحة خمسة، الفصل الثالث صفحة ستة، وهكذا. أجي على الفصل الثالث صار صفحة سبعة. فأنت في هالحالة الصفحات راح تصير عندك متناسقة، والفصول راح تصير عندك مختلفة. زين، طبعا هاي أكو هنا ترتيبات تقدر تسويها أنت، يعني مثلا هاي هنا أنا شنو ليش لغيتها؟ مو الفصل الأول صح. مثلا يعني الفصل الأول تريد تجيب محاذاة لليمين، هاي تقدر منها تسويها مثلا. وهذا الرقم طبعا تدفعه هيك بالتاب او بالسبيس، يعني تقدر تسوي هاي التعديلات انت تجريها. هذا محاذاة اليمين. تقدر تسوي خط سفلي، طبعا هذا هنا حرف اليو، تريد تسوي خط او خطين، كيفك يصير بهالشكل هذا. طبعا تقدر تتحكم ايضا بال، يعني تسوي المسافة بين الخطوط حتى شوية صفة جمالية، يعني هيك شوية فد بعد يصير، وهكذا. يعني شوف صار عد بهالشكل هذا. انت هسه تقلب الفصول، هذا الفصل الاول، الفصل الاول، الفصل الثاني ما تغير. ليش ما تغير؟ لانه انا بعد منفصل، يعني عدلت بالفصل الاول، خليت محاذاة الى اليمين وخليت خط بالاسفل، لكن هنا ما تغير شيء. ليش؟ انه هذا سويت له ان لينك، هذا سويت له ان لينك منه، فاجي منه اغير هاي منه الامور، اعدلها. وايضا نفس الحالة اجي اخلي هذا، اختار مثلا خط او خطين او خط سميك بالشيء اللي انت تريده. يعني طبعا هذا خط سميك اذا تريد. تلاحظ ان نجي على الفصل الثالث الثاني، هذا الثاني الثالث ما تغير به شيء، ايضا اقدر اعدل وهكذا. فبهذه الطريقه انت راح يصير عندك الاطروحه مالتك او الرساله او الكتاب او اي شيء اخر يكون عندك مرتب بملف وورد واحد. بس بقت ملاحظة صغيرة أشير إلها، أنه في بعض الأحيان، في بعض الأحيان تحتاج أنه أنت تفصل ما بين الصفحة الأولى والصفحة الثانية بصفحة فارغة مكتوب عليها عنوان الفصل. يعني شلون؟ يعني هذا الفصل الأول، هذا الفصل الثاني، أنا أريد صفحة فارغة بالنص خالها. هسه هنا خلينا نشوف المؤشر وين صار، هذا المؤشر، هاي صفحة فارغة هنا، هاي الصفحة الفارغة نفس الحالة. أنا أريد شو أسوي لها؟ أريد أسوي لها هيدر، بس من تحذف راح ينحذف الكل. فش تسوي أنت؟ لازم ما تسوي هالطريقة هاي. نرجع كما كنت،
نرجع كما كنت، عندنا الفصل الثاني وهذا الفصل الأول. نجي بالفصل الأول من خلصت كتابة وطباعة ما أدري شنو، أجي نفس الحالة لاي أوت بريك نيكست بيج. هذا النيكست بيج أسوي له أن لينك من القبلة، ليش؟ لأنه أنا ما أريد بعد أكتب الفصل الأول هنا، هاي أريد أشيلها، أريد أكتب الفصل الثاني عنوان مثلا الفصل الثاني، فكتابة كبيرة أريد أسويها مثل ما تشوفون في الطريقة هاي. زين، وابدي بالفصل الثاني. زين، هنا هسه انا شنو صار عندي؟ هاي الصفحه لاحظوا انا حذفت الهيدر من عندها، ما اثرت لي على اللي قبلها، ما اثرت لي على اللي بعدها، بس اكو فد نقطه صارت هم ربما صارت فد مشكله عندي، وهي انه هنا التسلسل رقم 3. طبعا تدرون هاي الصفحه الفارغه بالعد ما تنحسب يعني، فالمفروض 3 وهاي 4 في حين هاي ظلت 5. فهاي شلون اعالج المساله؟ جدا بسيطه، دبل كليك هنا، دبل كليك، اجي على هاي الخمسه احددها واروح على البيج نمبر، اكو فشي اسمه فورمات بيج نمبر، هذا فورمات بيج نمبر. هنا ما اقول له كونتينيو فروم بريفيوس سكشن، استمر من السكشن السابق، وانما اقول له ستارت ات، اني اريدك تبدي لي من رقم 4، لانه انا ذاكرته عندي شنو 3، فهذا اريد 4. خلص هذا صار رقم 4، فهسه من تجي 3 ورقة فارغة 4 5 6. هنا ايضا اذا ضفت ورقة فارغة نفس الحالة، تروح على الرقم مثلا هنا عندنا سكشن الثاني، اريد اسوي له ورقة فارغة للسكشن الثالث، نيكست بيج. هنا اجي بعد طبعا اللينك الغي اذا اكو لينك، خلينا نشوف هذا اللينك لازم الغي حتى لين مسح كل شيء، امسح هاي، اكتب مثلا هنا الفصل الثالث، انطي حجم شوية كبير، هاي شوية خلي واحدة نحددها حتى لا تاخذ، الفصل الثالث. زين عيني، شوف هنا نفس المشكلة صارت عندي، هنا 5 هنا 6، هنا صار التسلسل متخربط 5، فاني هسه اجي هنا التسلسل من عندي 6، خلينا نشوف قبله 5 6، هاي فارغة ما تنحسب 7. فهنا شو اقول له؟ دبل كليك هنا، هذا هنا احدد الخمسة واروح بيج نمبر فورمات بيج، واقول له ستارت ات، احنا وصلنا 7، الصور 7، هذا 7، فصار عندي التسلسل 6 ورقة فارغة 7، وهكذا. ارجو ان يكون الفيديو يعني مفيد لكم، أسألكم الدعاء، ونراكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى. تحياتي أمير الأحمدي.